في موضوع آخر، نظم أولياء تلاميذ ابتدائية بن شويب الرشيد في ولاية جيجل وقفة احتجاجية أمام باب المؤسسة التربوية كرد على إجبارية تعليم أقسام السنة الرابعة اللغة الأمازيغية التي اعتبرها الأولياء لغة اختيارية حسب ما ينص عليه القانون، إضافة إلى البرنامج المكثف الذي أرهق أبنائهم. التغطية لنا والدولاش. ان القانون ينص باللي هي ماده اختياريه، وكيش تطبق هذه على المدرسه هذه ويقولوا مدرسه نموذجيه، ما تطبقليش انا على هذه المدرسه، طبق لي على 48 ولايه، ماشي تجي تطبق دروك على زوج اقسام، وعلاش قلعتوا غير الخامسه وخليتوا الرابعه؟ باش تفرقوا الاولياء، تخلوا ابتيت مينوريتي باش ما نقدروش ناثروا على السلطات. لا تقلعوا لنا هذه الامازيغيه، سواء طبقوها على 48 ولايه، سواء ما ديروهاش كاع، ما يقراوهاش ولادنا، اوني با اوبليجي. لا بني كيكره الامازيغيه. انا نحترم الامازيغ، انا ماذا بيا نقراها؟ بصح كيش نقرا في الظروف هذه؟ اون بلوس مش راح يدير دوك بها. لو كان دوك سكري لونجلي ا بارتير دو لا دوزيام اني تاع لا بروميير اني جاكسبت. كيس كي فيغ افيك؟ كي تجي بها تفرضها على اون ايكول، اون ايكول والاخرين ما يقراوها، سي با نورمال سا. كاين قانون واحد، ها؟ نطبقوها للجميع. ما كاينش زوج جمهوريات هنايا، كاين بلاد وحده وقانون واحد. يا يطبق على الجميع يا ما يطبقش. حنا هنايا ولادنا ماشي دي سي دي سي با دي في ايران تجارب هنايا، فهمتني؟ ماشي في ايران تجارب. حنا ما فكيناهاش مع العربيه والفرنسي واللونجلي، سي دي لونغ انترناسيونال، سي دي لونغ سيونتيفيك، حتى دخلوها لنا هنايا وتفرضوها عليهم. على بالك فريمون يجيونا للدار عيانين.